السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله نشرح الأوركيد، يا رب يكون شرحه سهل وسلس إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والسداد. أولا هنفتح برنامج الأوركيد، برنامج اسمه الكابتشر في مجموعة الأوركيد. بعد ما نطبق البرنامج هنلاقي مجموعة الأوركيد، مجموعة الأوركيد اسمها أوركيد فاميلي، نلاقي فيه كابتشر ولاي اوت وبي سبايس ومجموعة كبيرة كلها. فاحنا هنستخدم بس برنامج كابتشر سي اس اي. هنفتح البرنامج، هيكون ده شكله. لو بفتح البرنامج لأول مرة المفروض أعمل من قائمة فايل، بعدين نيو بروجكت، هعمل بروجكت جديد. لو أول مرة زي ما قلنا استخدمه، المفروض هعمل حدد البرنامج الفولدر اللي هيحفظ فيه المشاريع اللي أنا هعملها. فمن المربع اللي ظهر دوت هختار له براوز، وبعدين هو يفتح لي الفولدر بتاع الأوركيد. هعمل فولدر جديد جوه فولدر الأوركيد اسمه بروجكت، من كرييت دايركتوري أكتب اسم بروجكت، وادوس اوكي. هيجي لي الفولدر هنا، اقف عليه اختاره كده وادوس اوكي. يبقى كده انا حددت للبرنامج الفولدر اللي هيحفظ فيه البروجكتس اللي انا هعملها، ودي بعملها اول مره بس. وبعدين اكتب اسم البروجكت جديد، اي اسم ايا كان، نيو بروجكت مثلا، واختار من نوع البروجكت انالوج وادوس اوكي، بس عشان اسم البروجكت موجود قبل كده. وبعدين اختار له كرييت بلانك بروجكت، وبعدين ادوس اوكي. هيفتح لي الشاشه ديت اللي هي الشاشه الرئيسيه للبرنامج واللي انا هتعامل معاها دايما. يعني هيبقى في فوق شويه ادوات دول نادرا ما استخدمهم، وفي الجنب كده شريط ادوات برضو. هنا شريط الادوات ده هستخدم منه حاجات معينه بس، زي مثلا السهم، ده سهم عادي اللي انا بحدد بيه او امسك بيه عنصر معين او حاجه. وديت ال place apart، دي المكتبه اللي انا هضيف منها المكونات بتاعتي. وده place wire، دي الاسلاك اللي انا هوصل بيها بين المكونات. ان اي لو عايز اسمي نقطه على دايره، هنشوفها دلوقتي في الدوائر اللي احنا هنعملها. واخر حاجه هنستخدمها اللي هي الجراوند، ليس جراوند، اي دايره لازم اقسمها في البرنامج دوت لازم احدد له الجراوند فيها او الصفر سورس، عشان البرنامج يبقى عارف التيارات هتمشي من الجهود الاعلى لنقطه الصفر ديت. هنيجي ننفذ اول دايره معانا خدناها في المعمل ان شاء الله. دايره بسيطه فيها مقاومتين وفولتج سورس وديبندنت فولتج سورس. نيجي في البرنامج كده، افتح المكتبة عشان ادور على المكونات بتاعتي. لو انا بستخدم البرنامج لاول مرة هلاقي المكتبة فاضية خالص، فالمفروض ان انا هضيف فيها المكونات اللي انا هستخدمها. فهاجي من عند add library، اكتب له هنضيف اتنين library، library اسمها analog، اختار analog، في analog.lip و analog.olp، اختار analog.olp وادوس اوكي. وبعدين اضيف لايبراري ثانيه اسمها sources، سورس، وادوس اوبن. انا كده اخترت الاثنين لايبراري اللي انا هستخدمهم، خلاص كده انا مش هضيف لايبراري ثاني. انا حددت الثلاثه لايبراري دلوقتي اللي هما موجودين دول، عشان لما اجي ابحث فوق هنا يبحث لي في الثلاثه مره واحده، مش هقعد بقى اختار مره انالوج ومره سورس وهكذا. هنجيب مقاومتين وفولتج سورس دي سي. المقاومه رمزها ار، فلما اكتب له ار في البحث هنا يروح محدد لي ار تحت ويجيب لي شكلها. ادوس اوكي، كده مسك مقاومه في ايدي اهو. اضيف مقاومتين، انا ضفت كده مقاومتين، عايز يسيب المقاومه اللي هو ماسكها كده. من زرار اسكيب في الكيبورد هيسيب المقاومه اللي هو ماسكها. بعدين هضيف فولتج سورس دي سي اسمه في دي سي،
فولتج سورس دي سي، يعني في دي سي. حدده برضو في قائمة الأجزاء البارتس، وجاب لي الرمز بتاعه. أدوس أوكي كده، مسك الفولتج سورس في الماوس كده. هضيف برضو هضيف الفولتج سورس، وبعدين أدوس سكيب عشان يسيب الجزء اللي ماسكه في دوت. وبعدين هجيب ديبندنت فولتج سورس بيعتمد على فولت من المكتبة. برضو افتح تاني المكتبة، اي element بحتاج اجيبه واجيبه من المكتبة هنا. الديبندنت فولتج سورس المفروض ان هو موجود في الانالوج، بس عشان انا ما اقعدش احفظ هو موجود فين واسمه ايه، فانا ممكن ادور عليه كده. المفروض اكون يعني عارف شكله. هو اسمه ايه، هو موجود في مكتبة الانالوج. وده الشكل بتاعه. هيكون عبارة عن مربع في جواه بوزيتيف نيجاتيف، وبعدين دايرة وبوزيتيف نيجاتيف، وخارج منها سلكين. الدايرة اللي هي ديت اللي هي السورس، لكن النقطتين دول اللي هو هياخد منهم السورس، لان هو فولتج سورس بيعتمد على فولت. يبقى الطرفين دول هياخد فيهم الفولت اللي هو معتمد عليه، وهنا هيدينا منه الفولت اللي هو المفروض بيمد الدايرة بيه. فهاخد الفولتج سورس كده واضيفه، وبعدين ادوس سكيب عشان يسيب البارت اللي ماسكه. هعمل زوم بس عشان الاجزاء توضح. كده حطيت المكونات عندي، هوصل بينهم بالاسلاك من البليس واير. اجيب السلك كده اوصل، واوصل طبعا حسب الرسمة. احنا لو جينا للرسمة هنا هنلاقي ان الفولتج سورس اللي هو 6 فولت دوت متوصل مع المقاومة من فوق ومع المقاومة اللي تحت. متوصل بالموجب مع المقاومة اللي فوق، والسالب متوصل مع المقاومة اللي تحت، والمقاومتين المقاومة اللي فوق متوصلة مع الجزء الموجب للديبندنت فولتج سورس، والمقاومة اللي تحت متوصلة مع الجزء السالب من الديبندنت فولتج سورس. المقاومة اللي فوق متوصلة مع الطرف الموجب، والمقاومة اللي تحت متوصلة مع الطرف السالب. كده انا وصلت المقاومات. المفروض الديبندنت فولتج سورس دوت اوصله بقى على الجهد اللي هو هياخد منه الفولت اللي هو هيعتمد عليه، فهو بيساوي اصلا 3V1. وفي الرسمة محدد لي V1 اللي هي الفولت اللي على المقاومة رقم 2، والبوزيتيف ناحية اليمين والنيجاتيف ناحية الشمال. هنا في الديبندنت فولتج سورس في بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى البوزيتيف بتاعه هيتوصل جهة اليمين من المقاومة، والنيجاتيف هيتوصل جهة الشمال من المقاومة. بالأسلاك كده أوصل بس كده. كده أنا وصلت التوصيلات اللي في الدايرة كلها. أحدد قيم السورس والمقاومات من الرسمة هنا. موجود الفولتج سورس بستة فولت، والمقاومة اللي فوق 2 واللي تحت 6. باجي عند الكلمة ديت اللي هي زيرو في دي سي، اللي هي زيرو فولت دي سي. بدوس عليها دبل كليك، بيفتح لي المربع دوت اللي انا المفروض اكتب فيه القيمة. هنا هي المفروض 6 فولت، اكتب 6 وادوس اوكي. هنا عند المقاومة برضه باجي عند 1 كيلو ديت، هي المقاومة بتنزل ديفولت فاليو بتاعتها 1 كيلو. بغيرها برضو، ادوس دبل كليك عليها، يفتح لي برضو نفس المربع كده، اكتب فيه قيمة المقاومة 2 اوم، بعدين ادوس اوكي. والمقاومة اللي تحت 6 اوم، صح كده؟ 6 اوم. طيب ايه موضوع كي وام؟ طب لو انا عايز اكتب فين الاوم، طب ازاي هو البرنامج هيعرف ان اذا كان دي بالاوم ولا بالكيلو ولا بالميجا؟ تمام. المقاومة هي مكتوب 6، لو مكتوب 6 من غير اي رموز يبقى هي كده بالاوم. لو كتبت كي يبقى كده 6 كيلو اوم. لو كتبت ام كابيتال يبقى 6 ميجا اوم. لو كتبت ام سمول يبقى 6 ملي اوم. لو كتبت مايكرو اللي هي اليو سمول يو يبقى 6 مايكرو. لو ان
يبقى نانو. تمام كده، هي دي الوحدات اللي احنا هنستخدمها في البرنامج عموما يعني. فستة كيلو ستة اوم، وبعدين ناقص الديبندنت فولتج سورس دوت هو بيساوي 3 في 1. طب هو 3 هو بياخد في 1 على الطرفين دول، بياخد في 1 على الطرفين دول، ازاي هيطلعوا 3 فولت 3 في 1 هنا؟ عن طريق الجين. عشان طبعا عشان انا احدد له الجين اللي هو هيضربه او الفاكتور اللي هيضربه في الفولت اللي داخل دوت، ادوس دبل كليك على الديبندنت فولتج سورس دوت، هيفتح لي مربع الخصائص او صفحه الخصائص بتاع الديبندنت فولتج سورس. عند الجين اكتب له 3، وبعدين ادوس ابلاي واقفل الصفحه دي. خلاص كده انا حددت الفولت او الجين بتاع الديبندنت فولتج سورس. ناقص اوصل بس الجراوند. احنا قلنا ان اي دايره نرسمها في البرنامج دوت لازم نحط فيها جراوند عشان البرنامج يعرف ان التيارات هتمشي من الجهود الاعلى للجراوند دوت. فهنجيب الجراوند من هنا، وبعدين هندوس صفر سورس، هنختار صفر سورس وادوس اوكي. فمسك في ايديه اللي هو علامه الجراوند دي، اجي على اي طرف من اللي هو الارضي دوت او اللي هو السالب واوصل الجراوند بس. خلاص كده تقريبا الدايره رسمناها. احنا كده رسمنا الدايره للبرنامج. عشان اقول للبرنامج بقى يعني اعمل محاكاه للدايره دي، او اعمل الدايره دي كانها دايره واقعيه عشان يبدا ينفذها ويطلع النتائج بتاعتها، زي مثلا الجهود والتيارات اللي بتمر في الدايره. فهنيجي من قائمة بي سبايس، هختار نيو سيميليشن بروفايل، هكتب اسم سيميليشن. هو نيو سيميليشن بروفايل دوت اللي هو كأني بعمل معمل عشان ادخل انفذ الدايرة دي جواه. فالمعمل دوت هسميه اي اسم، ادوس له كرييت. كده هو عمل المعمل، وبعدين جاب لي اللي هو المربع دوت اللي هو مربع ضبط المعمل. انا هستخدم المعمل ده في ايه؟ في اربع حاجات ممكن استخدم المعمل دوت لاربع حاجات. اول حاجة التايم دومين. التايم دومين المفروض انا بستخدمها لو عايز ارسم علاقة بين الكرنت بين التايم والفولت او الكرنت اللي بيمر في الاليمنت ديت، الاليمنت اللي موجودة في الدائرة يعني. برسم العلاقة طبعا على السيسكوب. تاني واحدة الدي سي سويب، دي بتسمح لي ان انا اغير قيمة الفولت معين، قيمة الفولت اللي هو بيمد الدايرة ديت من قيمة ابتدائية لقيمة نهائية بمعدل زيادة معين او انكريمنت يعني. انا بحددهم عشان ادرس خصائص العنصر دوت لما يتغير عليه الفولت بالقيم اللي انا حددها دي. تالت حاجة اللي هي الاي سي سويب. الاي سي سويب بستخدمها لو انا عايز ارسم علاقة بين الفريكوانسي والجهود والتيارات اللي بتمر في العناصر، لان احنا عارفين طبعا لما بزيادة الفريكوانسي، لما الفريكوانسي بيزيد ويقل مثلا في دايرة الاي سي، الاكس ال والاكس سي بيتغيروا بتغير الفريكوانسي. فهشوف طبيعة الدايرة هتكون عاملة ازاي لما يتغير فريكوانسي من قيمة ابتدائية لقيمة نهائية. وبعدين ديت البوينت او الديسمال هي السكيل بتاع الفريكوانسي هيتجزأ لكام جزء. فانا بكتب مثلا 100 جزء، يبقى هو هيقسم لي المسافة ديت اللي هي من 1 مثلا ل 50 هيقسمها 100 جزء. تمام. اخر حاجه البيس بوينت، ديت بستخدمها لو انا عايز اظهر بس قيم الجهود والتيارات اللي بتمر في الدايره. فعشان نحلل الدايره ديت او نشغلها يعني، هنختار من السيميوليشن بروفايل دوت هختار البيس بوينت، لان انا مش محتاج اظهر الجهود والتيارات اللي بتمر في الدايره بس. اخترت البيس بوينت، اخترت البيس بوينت وبعدين دوست على اوكي، واجي من قائمه برضه بي سبايس اقول له رن. كده بيبدا يشغل المعمل اللي هو السيميوليشن بروفايل دوت، بيبدا يشغله عشان يظهر النتائج.
كده المعمل اشتغل وجاب لي الشاشة ديت عشان لو في سلسكوب او حاجة يظهر لي الجراف هنا. بس انا هرجع للبرنامج نفسه عشان اشوف الدايرة. ادي الدايرة اللي احنا عاملينها، ظهر لي الجهود، جهد كل سلك او جهد كل نقطة في الدايرة، جهد كل نود، تمام. وعشان اظهر الجهود والتيارات بقى، في فوق هنا التلات مفاتيح دول، مفتاح ده الفولت وده مفتاح اظهار التيار ودوت الباور ديسيبيتد. لما شغلت التلات مفاتيح جاب لي الباور ديليفرد باي من السورس 18 واط، وجاب لي الباور ديسيبيتد على المقاومه ديت، والباور ديليفرد من الديبندنت فولتج سورس، والباور ديليفرد على المقاومه، والتيارات اللي بتمر في الدايرة دي. لو لاحظنا ان التيارات كلها واحدة، 3 امبير 3 امبير 3 امبير، ده ليه؟ لان الدايرة عبارة عن لوب واحدة. لو جينا بصينا كده في الرسمة هي الدايرة لوب واحدة، فالتيار اللي هيمر فيها هو تيار واحد بس كده. دي اول دايرة، خلاص هو ده المطلوب مننا ان احنا نعمله، نظهر الجهود والتيارات وخلاص. نيجي تاني دايرة نقفل دي كده ونمسح الدايرة دي. مسحت الاليمنت عن طريق ان انا ضغطت كنترول وايه عشان يحدد كل العناصر اللي في الشاشه، وبعدين دوست على زرار ديليت اللي في الكيبورد. تاني دايره، الدايره ديت المفروض ان هي فيها 2 كارنت سورس، واحد ديبندنت واحد اندبندنت، ومقاومتين. نيجي نضيف العناصر دي الاول في البرنامج وبعدين نوصل بينهم. الكرنت سورس اسمه اي دي سي، اي اللي هي رمز الكرنت، والدي سي اللي هو نوع الكرنت. دي سي بيبقى موجود طبعا في السورسز، لان ده سورس كرنت سورس. ادي الكرنت سورس، وبعدين هضيف مقاومتين. المقاومة رمزها R، كتبت له R راح محدد لي المقاومة، وهتنزل بالقيمة الديفولت بتاعتها اللي هي 1 كيلو. وبعدين هضيف dependent current source. dependent current source بيعتمد على current لأن قيمته واحد نص I، فهو بيعتمد على current. هنجيبه منين برضو؟ ندور عليه كده زي dependent voltage source. هو عموما رمزه اف، هو ده هو dependent current source اهو. دي رمز الكرنت سورس، وبعدين ديت الرمز الحاجه اللي هو بيعتمد عليها. يبقى هو dependent current source بيعتمد على current. امسكه كده واضيفه في الدايره، ادوس اسكيب عشان يسيب الاليمنت ده. نحدد بس احنا الكرنت سورس دوت اتجاه الكرنت لفوق، والديبندنت كارنت سورس برضو اتجاه الكارنت لفوق. فالمفروض هلف الاليمنت دي عشان اغير اتجاه الكارنت لان هو كده لتحت. فهدوس كليك يمين على العنصر دوت واختار له ميرور فيرتيكالي، فكده قلبه افقيا يعني. والعنصر التاني برضو نفس الكلام، ميرور فيرتيكالي. والمقاومات المفروض ان هي بتبقى واقفة افقي كده برضو، واقفة رأسيا. فهلفها اعمل لها روتيت، والمقاومة التانية كذلك الامر روتيت. لو جينا بصينا للدايرة المرسومة هنلاقي كله متوصل توازي مع بعضه، كل حاجة توازي. فنوصل توازي كده، نمسك السلك وبعدين نوصل، والمقاومة ديت بدي، والمقاومة دي بدي، والديبندنت كارنت سورس دوت برضو متوصل توازي. البوينت اللي خارج منها التيار اللي هي ديت متوصلة بالمقاومة بالطرف اللي فوق، والكارنت النقطة اللي داخل منها التيار متوصلة بالنقطة اللي تحت. اهي النقطة اللي خارج منها التيار متوصلة بالنقطة اللي فوق، والنقطة اللي داخل منها التيار متوصلة باللي تحت.
احدد بقى القيم على الدايره. لا لسه ناقص توصيله الديبندنت كارنت سورس. احنا الديبندنت فولتج سورس كارنت سوري. احنا لما وصلنا الفولتج سورس وصلناه توازي على المقاومه، لان الديبندنت فولتج سورس هو بيعتمد على الفولت اللي على المقاومه، فوصلناه زي الفولت ميتر، لكن دوت بيعتمد على الكارنت او التيار اللي بيمر في المقاومه ديت، فهنوصله سيريز. هنوصله سيريز ازاي؟ المفروض لما كنا بنيجي نوصل اميتر نروح قاطعين الكابل وبعدين او السلك ونروح موصلين الاميتر بين الطرفين اللي احنا قطعناهم. فهنقطع الطرف دوت او هنفصل طرف المقاومه. كده فصلنا طرف المقاومة عن الطرف اللي هي كانت متوصلة بيه. نيجي هنا نبص على الدايرة. هو المفروض قايل ان اي واحد دوت اللي هو بيعتمد عليه الديبندنت كارنت سورس اتجاهه ماشي من فوق لتحت في المقاومة رقم 6. المفروض التيار هيمشي من هنا لهنا من فوق لتحت كده وهيخرج من الطرف ده، فالمفروض اتجاه التيار من فوق لتحت. لما يخرج من الطرف ده يدخل في الديبندنت كارنت سورس ويبقى اتجاهه نفس اتجاه التيار اللي هو محدده لي في الديبندنت كارنت سورس ده، فهيتوصل. هنوصل النقطة دي بدي عشان التيار يخرج من المقاومة يدخل على الديبندنت كارنت سورس دوت يبقى نفس الاتجاه ده، وبعدين الطرف التاني المفروض نوصله بنفس الطرف اللي كانت واصلة بيه المقاومة اللي هو الطرف اللي في الأرض ده. بس كده وصلنا الديبندنت كارنت سورس. نحدد قيم الفولت والتيار، قيم التيار والمقاومات. الكارنت سورس ده 4 أمبير ومقاومة 6 ومقاومة 2 برضه من عند الصف اي دي سي. ادوس دبل كليك واكتب له 4، هو هيفهمها ما دام هي 4 من غير اي رموز يبقى هي 4 امبير. والمقاومة هنغير قيمتها هتبقى 6 اوم 6 اوم والتانية دي 2 اوم. نفس الكلام اللي عملناه مع الديبندنت فولتج سورس ان احنا حددنا له الجين بتاعه، هنا برضو هنحدد الجين بتاعه بتاع الكرنت سورس. هو المفروض نص يبقى الجين بنص. هندوس دبل كليك على الكرنت سورس دوت وعند الجين هنحدد له هنكتب له نص وادوس اوكي ابلاي وبعدين هقفل الصفحة دي. خلاص كده وصلنا الدايرة. ناقص نوصل الجراوند. ادي الجراوند صفر سورس. الجراوند المفروض ان هو متوصل بالطرف اللي تحت ده، لان هو التيار هيمشي كده في كل الاليمنت وبعدين ينزل للجراوند. نشغل الدايرة عشان نجيب القيم، قيم الفولت والتيار. هو بيقول لي في المسألة ديت عايز قيمة الفولت بتاع النقطة دي. هو لو خدنا بالنا ان السطر ده كله عشان متوصل توازي، فالنقطة دي كلها فولتها واحد. فاحنا نشغل الدايرة ونشوف فولت الايه الجزء ده ايه. هنعمل برضو نيو سيميليشن بروفايل، اكتب اي اس وبعدين ادوس اوكي. هنعمل نيو سيميليشن بروفايل بعدين نكتب اسمه اي اسم ادوس كرييت. بعدين هيفتح لي شاشة الضبط اللي هو احنا قلنا هنستخدم المعمل اللي احنا هنعمله ده في ايه. هنستخدم برضو البيس بوينت عشان عايز اظهر قيمة فولت بس، وادوس ابلاي اوكي وبعدين اقول له شغل المعمل رن. فدي الشاشة لو هيظهر مثلا كيرفات او حاجة، لكن انا عايز قيم الفولت.
هو جاب لي قيمة اهو فولت، قيمة فولت النقطة ديت او جهد النقطة ديت 6857 من 1000. دي القيمة اللي طلعت في المحاضرة، 6857 من 10000 من 1000. خلاص كده دي الرسمة خلصت. في الرسمة التالتة، دي رسمة صعبة شوية عشان فيها اكتر من dependent voltage source، dependent voltage وcurrent. نمسح الدائرة ديت، نيجي نرسم الدائرة دي. المفروض فيها 2 فولتج سورس دي سي ومقاومتين من اللايبراري، اقول له في دي سي اضيف 2 فولتج سورس، وبعدين مقاومتين، ادي مقاومة تانية، بعدين في بينهم dependent voltage source. dependent voltage source بيعتمد على فولت، و dependent voltage source بيعتمد على current. dependent voltage source بيعتمد على فولت اللي هو ده، وبعدين dependent voltage source بيعتمد على current اسمه ندور عليه، اسمه اتش. dependent voltage source بيعتمد على current. نيجي نشوف توصيلات الدائرة عاملة ازاي. الموجب بتاع الفولتج سورس متوصل على المقاومة، نديل دي قيمتها 8 اوم، والمقاومة التانية 4 اوم، وده 12 فولت، والتاني 8 فولت. نوصل بقى بالاسلاك، وبعدين الطرف الارضي دوت متوصل بالموجب بتاع dependent voltage source اللي تحت، متوصل بالطرف الموجب بتاع dependent voltage source. ممكن نلف ال dependent voltage source ده بحيث ان الطرف الموجب يجي ايون كده. كده وصلنا الطرف السالب بالفولتج سورس بالطرف الموجب للديبندنت فولتج سورس اللي تحت، الطرف السالب بالطرف الموجب، وبعدين الطرف السالب بالديبندنت فولتج سورس اللي تحت متوصل بالطرف السالب للفولتج سورس اللي هو 8. الطرف السالب متوصل بالطرف الموجب، صح؟ لا، بالطرف السالب. يبقى نجيب السلك ونوصل بالطرف السالب كده، تمام. وبعدين الطرف الموجب متوصل بطرف المقاومة الأربعة اوم. بعدين الطرف الثاني للمقاومة متوصل بالطرف الموجب للديبندنت فولتج سورس اللي فوق،
ادي طرف المقاومة متوصل بالطرف الموجب للديبندنت فولتج سورس اللي فوق، ادي ده الطرف الموجب. الطرف الموجب وده الطرف السالب. وبعدين الطرف السالب متوصل بطرف المقاومة التاني، ادي الطرف السالب متوصل بطرف المقاومة. كده وصلنا التوصيلات بتاعت الدائرة العادية، ناقص الديبندنت فولتج سورس. المفروض الديبندنت فولتج سورس اللي فوق دوت بيعتمد على فولت، بيعتمد على فولت ايه؟ هو المفروض 3V1، يبقى هو بيعتمد على الفولت اللي على المقاومة دي اللي هو اسمه V1، الموجب بتاعه ناحية الشمال والسالب بتاعه ناحية اليمين. يبقى نوصل الموجب بالطرف اللي ناحية الشمال والسالب بالطرف اللي ناحية اليمين. ادي الموجب يتوصل بالطرف اللي ناحية الشمال للمقاومة 4 اوم، والطرف السالب هيتوصل بالطرف بالناحية اليمين للمقاومة 4 اوم. كده وصلنا الديبندنت فولتج سورس الاولاني. الديبندنت فولتج سورس التاني بيعتمد على التيار اللي بيمر في المقاومة 8، هو بيساوي 10 I1، واي واحد اللي هو التيار اللي بيمر في المقاومة 8 من اليمين للشمال، من الشمال لليمين. فقلنا عشان ناخد التيار اللي بيمر في المقاومة ديت المفروض بنقطع المقاومة، بنقطع طرف المقاومة ونوصل دوت عليها. فنروح قاطعين الطرف ده، المفروض التيار اللي هيمر في المقاومة هيمشي من الشمال لليمين كده، فالمفروض هيخرج من الطرف ده يجي هنا يدخل من الطرف ده عشان يبقى في نفس اتجاه التيار ده. فهنوصل كده وبعدين الخارج بتاعه المفروض يتوصل بنفس الطرف اللي كانت واصله بيه المقاومه اللي هو الطرف ده. فاحنا مش هنروح له هنا، احنا هنوصل من هنا على طول. بس كده وصلنا، نشيل الجزء ده. بس كده وصلنا الدايرة كلها. نحط الأرضي. الأرضي هيبقى فين؟ الكون. الكون هيكون هنا عند الجزء، عند الفولتج سورس الأكبر. صفر سورس، وبعدين أوصل هنا الكون. بس كده تقريبا رسمنا الدايرة كلها. تمام، نعمل نيو سيميليشن بروفايل من بي سبايس، قائمة بي سبايس، اختار نيو سيميليشن بروفايل، اكتب اي اسم، بعدين ادوس كرييت. هو هنا في المسألة يطالب ايه؟ عايز دي سي سويب من 0 لـ500 بانكريمنت 1، من 0 لـ500 بمعدل زيادة 1، يعني يزود الفولت من 0 لـ500 بواحد، يبقى 0 1 2 3 لغاية ما يوصل 500. وبعدين اجيب علاقة بين الفولت اللي هو هيتغير دوت والفولت اللي على المقاومة R1، هو ده اللي مطلوب في الدايرة. فهاجي من دي سي سويب، عشان اعمل الضغط بتاع الدي سي سويب هو كان عايز بس الفولت بتاع الفولت السورس رقم 1 هو اللي هيتغير. تمام، عشان نعرف بس احنا هنغير انهي فولت في الدايره. احنا عندنا في 1 وفي 2، فولت السورس 1 وفولت السورس 2. انا عايز اغير الفولت السورس، الفولت بتاع الفولت السورس رقم 1. فهاجي من المربع بتاع السيميوليشن سيتنج، اختار الدي سي سويب، وبعدين هنا اقول سويب فاريبل
الحاجة اللي انا هغيرها يبقى هتبقى فولتج سورس واسمه في واحد هنا على الرسمة في واحد. لو كتبت له حاجة غير في واحد هيقول لي في خطأ، لو كتبت له في اتنين يبقى كده هيغير الفولتج سورس بتاع الفي اتنين، بس انا عايز اغير بتاع في واحد. بعدين اجي تحت هنا السويب تايب نوع لينير اللي هو نوع التغير لينير. الستارت فاليو الدكتور طالب منا ان احنا نغيرها من قيمه من صفر لغايه 500 فولت بمعدل زياده واحد. ادوس ابلاي وبعدين اوكي. وبعدين في حاجه نسيناها في الدايره، ده فولتج سورس المفروض ليه جين، وده فولتج سورس برضه ليه جين، ما حددناش الجين ده. نحدد الجين دوت 3 وده 10. دبل كليك على الفولتج سورس ده من عند الجين اكتب له 3 ومن عند دوت اكتب له الجين ب 10. معنى كده ايه؟ معنى ان انا اكتب له الجين ب 10 هنا ايه؟ يعني هو لو دخل له تيار قيمته 1 امبير هيطلع لي قيمة فولت على الطرفين دول 10 فولت. تمام؟ نشغل بقى الدايرة. احنا خلاص عملنا النيو سيميليشن بروفايل وعملنا الضبط بتاعه. نجيبه تاني ديزي سويب وبعدين فولتج سورس واسم الفولتج سورس اللي انا عايز اغيره والستارت فاليو صفر والاند فاليو 500 والانكريمنت واحد. الدكتور هو اللي بيطلب مني الارقام دي. وبعدين من قائمة بي سبايس اقول له رن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بس كده مفيش اي اخطاء الحمد لله في الدايرة. هو قسم لي اهوت الشاشة بتاعت الرسمة من صفر ل 500. دي القيم اللي انا محددها. وبعدين هضيف له بقى اقول له ارسم لي علاقه بين الفولت اللي على المقاومه ديت والفولت اللي انا بغيره. فهاجي من قائمه تريس وبعدين اختار له اد تريس واختار له الفولت اللي على المقاومه ار 1 صح؟ اهو الفولت المقاومه ار 1 الفي ار 1 ادي في ار 1 ديت. دي كل الاليمنت اللي هو اللي انا شايفها دي كل ديت كل الاليمنت اللي موجوده في الدايره اللي عندي بالاطراف بتاعتها طرف 1 و2. يعني مثلا لو جينا عند في اي 1 1 معنى كده ان لو اخترت الاختيار دوت ان انا بقول له انا بختار الفولت بتاع الفولت بتاع الفولتج سورس رقم 1 من الطرف رقم 1. لو جينا للرسمه كده الاي 1 الطرف رقم 1 اللي هو ده والطرف رقم 2 ده طرف رقم 3 ده طرف رقم 4 ده اهو هو اي 1 دي طرف 1 و2 و3 و4 وهكذا. بالنسبه للمقاومات مثلا لو في مقاومه هيبقى ال في ار 1 1 يعني الفولت بتاع مقاومه رقم 1 الطرف رقم 1 الفولت بتاع المقاومه رقم 1 المقاومة دي الطرف رقم 1 الأطراف 1 و 2 اللي هو بحددها على اتجاه التيار. التيار بيمشي في المقاومة ديت من 1 ل 2 وهنا من 1 ل 2 فبحدد الأرقام ديت حسب اتجاه التيار. نيجي للرسمة تاني. أنا عايز أرسم علاقة الفولت اللي على المقاومة رقم 1 الفولت اللي على المقاومة كلها مش على طرف أو مش على نقطة معينة للمقاومة. عشان كده اخترت في ار 1 ما اخترتش لا في ار 1 1 ولا ار 2 ار 1 2 اخترت في ار 1 معنى كده ان هو يرسم الفولت اللي على المقاومة رقم 1 الفولت كله يعني فرق الجهد اللي على المقاومة كلها. وبعدين أدوس أوكي. ده المنحنى اللي ظهر لي بتاع الفولت اللي على المقاومه رقم 1. فهنلاقي ان الفولت اللي على المقاومه رقم 1 اصلا هو بيتناسب طرديا مع الفولت بتاع الفي 1 لان هو المقاومه متوصله مع في 1 على طول. فنلاقي علاقه طرديه لينير
بتزيد بزيادة الفولت بتاع السورس رقم واحد الفي واحد، وبتوصل ماكسيموم فاليو بتاع ليها 500 فولت عند الماكسيموم فاليو 500. بس هو ده يعني الدكتور لو طالب من المسألة دي وشاف الخط ده كده خلاص هو كده الامتحان خلص يعني. كده التمرين ده خلص، نرسم التمرين اللي بعده.